لازم اعمل جولو. ليه اضرب فين يا بيبي؟ اضرب هنا. اضرب هنا؟ اه. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. اغلى حاجه في حياتنا اي لاف يو سو سو ماتش حبايبي. بس بقى لو انت معانا جديد جدا في القناه هتعمل ايه؟ هتعمل سبسكرايب في القناه وهتفعل زر الجرس وتعمل لايك حلو منك وكومنت احلى عشان احنا بنحبوكي اغلى حاجه في حياتنا وعايزين نكبروا عيلتنا بيكم ان شاء الله. النهارده يا جماعه معانا تحدي وتحدي صعب قوي. احنا يا جماعه عايزاكم تقولوا لنا رايكم بس في اللوكيشن الجديد. واحنا اسود في اسود لو انتوا عاجبك بس انا ده اللي باين للاسف. مش عارف باين ليه. بصوا يا جماعه الحته دي مضايقاني جدا يعني اللي اخد باله من الرجل دي يعني دي مزولاني شخصيا. انا بصور الفيديو متزاول يعني. بصوا يا جماعه احنا النهارده معانا تحدي لتكسر الصندوق الخاطئ. طبعا ندى جايبه اهم حاجات عندي وانا جايب اهم حاجات عندها. وربنا يستر لو كسر لي حاجه من حاجتي والله والله انا اكسرها لك. يلا يلا بينا يلا بينا. مين اللي يبدا الاول؟ طوبه ورق مقص. ماشي ماشي طوبه ورق مقص. انا اللي اكسب. يلا غمض عينك. ماشي فين الورق بس الاول؟ استنوا يا جماعه اجيب لكم الورق كده. يا جماعه انتوا شايفين اللي جوه الصندوق ولا مش شايفين؟ استنوا بقى كده يا جماعه. استني يا جلجلو انا سامع صوت حاجه بتقول لي اوعي تهدى خلي بالك. طب يلا بينا. يلا حضر شاكوشك وسلم الله. سمي الله يا جولجول. بسم الله. اضربي فين الاول وانا اقول لك؟ هقول لك انا صدقيني هساعدك. اضرب هنا. لا هنا هنا موجود الحاجه. هنا موجوده؟ هنا الحاجه موجوده اه. مفيش حاجه بتضحك عليا. انت عارف ان هو بيضحك عليا. طب توقعي كنت حاطط لك ايه طيب؟ معرفش. يا ربي. بص يا جماعه توقعي بص هتطلع ايه؟ مش عارف انتوا شايفينها ولا هي منوره؟ استخبى. يلا حبيبي يلا يا جولكم. ما تحبيش في الحاجه يا جولكم. غطي عينك كويس. غطيت والله. اوكي ندى قبل ما نبداوا موبايلات لا، تابلت فاروز لا، ماشي لابتوب لا، اي حاجه مهمه لا، ماشي عشان نكونوا متابعين. ماشي يلا يا احمد. يلا ايه؟ يلا اضرب هنا ولا هنا؟ اه تضرب هنا ولا هنا؟ يلا عادي بادر جو. طب انت تقول لي اضرب فين؟ قول لي انت. اضرب فين يا جماعه بالله عليكم؟ يا لهوي بالي. مين يا لهوي بالي؟ يا لهوي بالي يا جماعه. يا لهوي بالي فعلا. انتوا كنتوا متخيلين كنت ممكن اضرب على ايه؟ ده الكيبورد يا جماعه بتاع الاي ماك ده 3000 جنيه لوحده يا جماعه. الكيبورد ده الكيبورد ب 3000. يا نهار ابيض على الهزار بتاعك. الله لو كنت كسرته والله العظيم. والله يا جماعه هو بيهبد انا خايفه يهبد عليه الا يدغدغه. اقسم بالله كنت دغدغتها وراها. انتوا شايفين انا مش عارف شايفين بدايع عادي. شايفين علامه قبل يا جماعه ولا لا؟ انا حاسس ان الكاميرا منوره صح؟ لا جميله والله. والله انت اللي جبتيه لنفسك وانت اللي تستحملي. ماشي يلا. قولي والنبي ايه ده؟ ماشي هقول. اه تكون شايف. ممكن تغشش. ممكن اغششك طبعا. قولي بقى ايه. استنى اقول. يا ربي يا رب. استنى يا جولجو جولجو. ها استنى. اوكي جولجو. ها ها. يلا يا جولجو افتح عينك يا جولجو. اتفضلي السلاح المقاوم. انا عن نفسي بقولك اضرب هنا. اضرب هنا؟ اه ولا اقولك اضرب هنا. مفيش حاجة. يا والله العظيم ابدا. انا والله العظيم ما ينفع كده. انا كان نفسي والله العظيم نفسي اكسره لها. ليه يا عم؟ انا غمض عيني؟ ليه؟ هات الطاحنة. طب انت اللي جبته لنفسك. خد يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه لو سمحت. ايه رايكم يا جماعه في الاسود في اسود في اسود في اسود؟
كل حاجه سودا. ليلى السودا الله. ويا جماعه لو عاجبكم النظام الاستوديو دوت، احنا طبعا يا جماعه احنا بنصوره فيه بنجربوه كتجربه، بس هو لسه احنا بنظبطوه لسه يعني تحت الانشاء. يعني لسه يا جماعه في الكشكشه ديت، لو تلاحظوا الكشكشه الكلام ده كله لسه هيتشد وهيتظبط يا جماعه. دعانا. وبصوا يا جماعة لو عايزين الوان تاني غير الاسود، يعني في قدامنا احمر ازرق اخضر ابيض اي لون يا جماعة اكتبوا لنا واحنا نعمله. يلا داري عينك كويس. غطيت والله ما شايف حاجة اقسم بالله يا ندى، لو حطيتي حاجة مهمة ولو اتكسرت لدفعك حقها قدام الناس دلوقتي في الفيديو، والله يا ندى دفعك حقها قدام الناس. ايه يا حبيبي؟ ما يا حبيبي انا اطمنت اقسم بالله. ايه يا قلبي؟ يلا يلا يا الضلمة وحشة ندى. ابدا قلبك دليلك. حادي بادي كرومب زبادي شالو مش عارف قد مش متوقع ان انا اقدر دي على الوقفه دي. الوقفه دي باين عليها مليانه. اتضربتي فين يا ربي بقى؟ انت ليه عمك يا ندى؟ لا اقسم بالله ما تهزرش في الحاجات الغاليه والله العظيم. ليه بكام دي يعني؟ يا جماعه دي ب 4000 جنيه يا جماعه، دي مثبت اللي هي بتاع الكاميرا ده، هنا انت المفروض بتحط الموبايل وبيثبتهولك، عدم الاهتزاز يا جماعه، والله العظيم ب 4000 جنيه. دي جايه لنا هديه دي. انت زعلتني دلوقتي، عشان كنت عايزك تنزل عليها بقلبي كده. التيك توك يا جماعه بعت لنا هديه. هتبوظ الهديه بتاعت التيك توك؟ ماشي براحتك كده. غمض؟ غمض؟ اهو. غمضي؟ لا انت كده مش مغمضه. والله ما شايفه. قول والله العظيم ما شايف. والله ما شايف. قول والله العظيم يا احمد ما شايف. والنعمه ما شايف. يا احمد يا احمد والله ما شايف. يا ابني والله ما شايفه. يا احمد يا احمد الله عليك ما شايف. يا ابني والله ما شايف. طيب. وانا عايز اكسر حاجه بقى. خد يا ندى اضرب يا ندى. بوم 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 بوم. انا بتوقع اضرب فين؟ بقول لك اضربي هنا. انا ما سمعتش كلامك كل مره. طب انا هجيبها لك ازاي بقى؟ طب انت لو توقعت كنت حاطط ايه؟ كنت كنت مجموط على نفسي. افتح ايدك والله يا ابني. افتح ايدك والله. بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه هتطلع البيبي ليز بتاعها ده، ده ما تقدرش تستغنى عنه. لان ندى ليه يعني؟ لان ندى لما تقوم من النوم شعرها اكت وعامل كده اهو بتخاف منها الصبح يعني الخلقه دي. والله كان بان تحت الطرحه ان هو كده اهو. بصوا كان هتلاقي الشعر كده ده عامله كده. بصوا والله يا جماعه لكم مالكوش دعوه بالخلقه دي، الخلقه دي وانا صاحي من النوم صباح الخير يا احمد. اصل انا ما بقاش صباح الخير. مين اللي غمض عينه؟ انا عايز افطر ايه؟ على طول يلا. مين اللي طب يلا 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 عشان الاتحاد ده باين عليه ايه؟ هيخسرنا بعض. جماعه انا عارف انك ايه رايكم يا جماعه في الخلفيه السوداء دي؟ يلا يا انا بفكر. بص بفكر يا جماعه نعملوا منها الوان ياما، اصفر واحمر وكانها ايه شبه حاجات بتتشد كده. يلا يا يلا يا احمد. يا جماعه بامانه انا قلقان وخايف. ليه بقى؟ اضرب فين يا ندى؟ تساعديني زي ما انا بساعد. لو انا كل مره بحط اي حاجه هنا يبقى انا حاطه الحاجه هنا. لا كدابه انت بتكدبي. الحمد لله. ايه ده انا لا وربنا ان انا ما اقسم بالله يا جماعه. معايا فكره حسن حلوه. يلا لا هتكسري ايه يا جماعه؟ بصي جايبه لي الماوس. بصي يا رهبه ما ده اللي ناقص. ب 2000 جنيه ب 2000 جنيه والله يا جماعه. حته الماوس المعفنه ديت ب 2000 جنيه. لا تتكسر دي حاجه يا جماعه. ده انا قبل كده سبت الاي ماك لحياه لقيتها قاعده عماله تعض فيها. بقول لي ندى ايه دي؟ قالت لي بتسنن يا حبيبي. بتسنن في الماوس بتاعتي ليه انا؟ بتسنن في الماوس ب 2000 جنيه ليه؟ بطل تقول اسعار. طب في انت وعيالك بقى. غمض عيني. انت ليه غمضتي؟ الله والله لو حطيت حاجه تضايقني مش هسيبك. ماشي. ايه ده؟ سامع صوتها؟ وهي يبان عليها حاجه ازاز. ايه بقى؟ حاجه ازاز. انت حطيتها عندي. طب اتضرب. وهي هنا. ايه انت محطوطه قدام خالص؟ انا الحمد لله من زمان يا جماعه. ليه من زمان؟ يا جماعه اغلى ازازه برفان ممكن تجيبها في حياتك.
ايه ده عشان اليوم. بصوا يا جماعه بالله عليكم بمناسبه البرفان انا هحكي لكم حاجه. والله العظيم كنا ايه ماشيين في كارفور انا والناس سنتر بتاع اسكندريه هنا، ففي محل اللي هو في النص ده، فلقينا ازازه ريحه. ندى قالت لي انا هموت. انا بعشقها. ندى قالت لي يا جماعه ايه، ندى قالت لي انا هموت واجيبها. قلت لها يا ندى انا موافقه، تعالي نجيبوها. فالمهم بس شايفه اسمها ايدول حاجه كده، فبسال البنت بقول لها لو سمحتي عايز ازازه من دي، فبقول لها بكام عشان احس. قالت لي ب 2000 جنيه. قلت لها ليه لو سمحتي؟ والله يا جماعه ليه؟ انا حطيت بس هنا حبه صغيرين على ايدي، فاضل السبت معايا لحد تاني يوم. لا بقى يعني المشكله يا جماعه قبل مثلا على السعر وكده، ندى جربتها ورشت منها انا عارفاها وعارفه انها غاليه وعجبتها وكل حاجه. فالمهم الست خلاص نزلتها تحطها في الكيسه وبتديها لنا وحاسب. خلاص يعني حاسب خلص. فبقول لها بكام؟ قالت لي ب 2000 جنيه. طب ممكن تاخدي ثمن الرشه اللي هي ان انت رشتها لها، ندى ب 50 جنيه الرشه. مين اللي غمض عينه؟ هذا غمض عينه يا جماعه. بوظت التحدي ولا قلت لي اطلق؟ قلت التحدي لاطلق يا لكاكه. غمض عينك. طب غمض عيني ندى، عليا النعمه لو حاجه مهمه ها لا احطك تحت الكرتونه. ليه يا عم؟ بقول لك والله احطك تحت الكرتونه. خلاويس خلاص هنجيب البوليس. خلاص لا 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 ندى انت ممكن تساعديني وليه لا توفيق ده من تحت. لا 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 دن 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 ها دن 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 بيه لا دي مش غالية مش مهم معايا. لا دي غالية، دي مش غالية. بس مين اللي صلحها ولا هي كانت ولا سليمة؟ لا تقريبا مش هي مش بايظة أصلا. والله سليمة؟ الحمد لله يا جماعة. لا 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 ربنا ستر. خد يا ندى كده عايز اجيب لها حاجه مهمه. اجيب لها لا 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 من عندك مش من عندي. طب استني. طب لا 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 ما تجيبش حاجه من عندي. مش من عندك يا حبيبتي. لا 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 دي تطلع على دماغك باذن الله. لا 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 لسه يا جلجلو. يلا يا عم لسه يا جلجلو. ليه اضرب فين يا بيبي؟ اضرب هنا. اضرب هنا؟ اه هات بسرعه. خد الباقي خد الباقي. هات اللي طار دي. طب خد الباقي ده. هات اللي طارت بسرعه عشان هفتح دماغك. خد وانا هجيبه. هات انجز انجز. يا نهار ابيض انت حاطط لي في الاثنين ها؟ والله اقسم بالله انا بهزر. انت مش خلصنا المفروض دي المفروض ما تجيبهاش تاني. والله العظيم انا بهزر. لا والله العظيم زعلت منك. جامده؟ هي اتكسر الكفر بتاعها من بره. معلش يا جورج انا اسف. تمشي معايا تاني. طب والله العظيم ما كان قصدي. طب غمض عينك. لا خلاص انا مش لاقي. طب والله غمض عينك. والله خلاص يا جماعه الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. والله لا والله يا ابدا. بصوا يا جماعه عايز عايز اسمه ده؟ هم بيقولوا ختامها ماسكه ايه ختامها بسنايك ب 60 نيله. ماليش دعوه ماليش دعوه. انت قد التحدي ولا لا؟ مش قد. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفكره الفيديو كمان عجبتكم ولو عايزين نعمله. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وكومنت حلو منكم لايك احلى عشان احنا بنحبكم. ولو عايزين نعمله يا جماعه جزء ثالث احنا اتمنى في الكومنتات. احنا مفيد وباي باي. اغلى حاجه في حياتنا.